مشاهدينا قبل ما نختم حلقتنا النهارده ناخد اجاباتكم على سؤال اللعبه، توقعاتكم لنتيجه مباراه الاهلي امام انفي والزمالك امام الداخليه. نبدا من مستر اهلاوي بيقول الزمالك والداخليه تنتهي بالتعادل الايجابي 1-1 والاهلي امام انفي 2-0 للاهلي والصداره اهلاويه. نروح ليوسف الشناوي، صباح الفل عليك، بيتوقع فوز نادي الاهلي 2-0 على انفي وفوز الزمالك 1-0 على الداخليه واهلاوي وافتخر. وليد علي، فوز الاهلي 3-1 والزمالك 2-0. واخيرا اسامه محمود، بيتوقع تعادل الاهلي وفوز الزمالك بصعوبه.